يا أبا الحضارات الأول وسيدها، قد كنت للبشرية دوماً نبراساً ودليلاً، فأنت العراق الأشم يا أسداً ببابل، تناقلت الأجيال شجاعته جيلاً فجيلاً إلى مقام السلام الجمهوري. للشهداء مكانة ومرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لتقف أمامها الحروف والعبارات ويعجز عن وصفها الكتابات، فهم الأحياء عند الله، وهم النجوم الساطعة في سماء الحرية، وهم المضحين من أجل كرامة الأرض والعرض. إلى أرواحهم الطاهرة نقف وقفة إجلال وإكبار واحترام لدقيقة حداد مع قراءة سورة الفاتحة لأرواحهم مع التقدير. سيادة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم، ممثلي رئاسة الجمهورية العراقية وممثلي رئاسة البرلمان العراقي، أصحاب المعالي وأصحاب السيادة، جميع الحاضرين مع حفظ الألقاب والمناصب وكل من مقامه محمودا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية مباركة من سيادة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم لإحياء الذكرى السنوية 9 لضحايا الإبادة الجماعية للأيزيديين كما المكونات العراقية الأخرى، وتحت شعار تخليد ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ترسيخ للقيم الإنسانية، نستذكر اليوم تجربة وجع أليمة، وهي عملية تحدي للمجتمع العراقي وللتأريخ الأيزيدي وبقية المكونات العراقية الحبيبة. في 3 آب ذكرى المجزرة التي ارتكبتها عصابات داعش في بلدة سنجار في محافظة نينوى في العام 2014. امتاز العراق، إنه العراق موطن الأديان السماوية والأرضية، لأنه مهد الحضارات، وفيه أطلق السؤال الوجودي الأول عن ماهية هذا الكون، وتجسد هذا الأمر في الحضارة السومرية قبل أكثر من 3500 من السنين قبل الميلاد، فأصبحت هذه البقعة المباركة مركزاً دينياً قبل آلاف السنين وحتى يومنا هذا. سيداتي سادة الحضور الكريم، يتفضل مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان سيادة الدكتور زيدان خلف العطواني لإلقاء كلمة الافتتاح بهذه المناسبة مع التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني المحترم، السيدات السادة معالي السادة الوزراء المحترمون، السيدات السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون،
السادات المشايخ المحترمون، السيدة جنين بلسخارت ممثل الأمين العام المحترمة، أصحاب المعالي ممثلي البعثات الدبلوماسية المحترمون، السيد أمير الأيزيديين السيد ستار، السيدات السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، وكلاً حسب مقامه الشريف، أسعدتم صباحاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء نتقدم من ذواتكم المحترمة بوافر الشكر والامتنان، إذ تعجز الحروف وكلماتها عن وصف الأبطال الحاضرين بيننا بأرواحهم، الغائبين عنا بأجسادهم. ونحن نقف اليوم أمام ذوي شهداء مجزرة سنجاري وسبايكر وبادوش والشبك والتركمان، والمسيحيين وذوي الشهيدة أمية جبارة وجميع المكونات العراقية، وأمام معاناة أخواتنا الناجيات من الأيزيديات والتركمانيات والشبك والمكونات الأخرى، إذ نستذكر تضحياتهم الجسيمة لتكون عبرة للأجيال وصرخة بوجه عصابات داعش الإرهابية الإجرامية التي أرادت أن تطمس القيم الإنسانية في بلادنا، وأن لهم ذلك، إذ يمثل حضوركم المبارك لهذا اليوم يوم 3/8 ذكرى الإبادة الجماعية للمكون الأيزيدي وبقية المكونات العراقية، رسالة محبة وسلام أن الشعب العراقي بكل مكوناته شعب واحد معطاء، كان ولا يزال وسيبقى عصياً على الظلاميين. أريد أن أحيي باسمكم جميعاً شهداء قواتنا المسلحة، شهداء الحشد الشعبي، شهداء البيشمركة، وجميع شهدائنا من القوات الأمنية. الحضور الكريم، باسمكم جميعاً ندعو سيادة رئيس دولة الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر العراقيين شعباً وحضارة أن يكون وجودهم في خضم الأحداث المفصلية التي مرت بالإنسانية والعالم والتاريخ، وشهدت أرضهم انتقالة التواصل الإنساني ليرتقي نحو الحرف الأول والدولة المبكرة والحضارة الأولى، مثلما كانت أول مبعث الرسل والأنبياء والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا العنفوان الحضاري المبكر جعل العراق مهداً للتنوع الغني المثمر، وموطناً لتعايش سلمي اجتماعي قل نظيره، لكنه في الوقت نفسه صار هدفاً لأعداء كل هذه القيم التي احتفت بها الإنسانية على مر العصور. ولأنه مثابة بين الأمم وبين الحضارات، فقد حاول معتنقو الهمجية دوماً الإساءة للحياة المفعمة بقبول الآخر والوئام الذي يجمع أطياف شعبنا الواحد. وفي عصرنا هذا كان قدر العراقيين أن يواجهوا الإرهاب، وهو أبشع انحدار وصلت له نفوس الشر والانحراف. واجه العراقيون الإرهاب بأجسادهم، وحصد منهم أرواحاً زكية وأنفساً غالية، مثلما تعرضت أطيافهم الكريمة ومنهم الأيزيديون العراقيون الأصلاء إلى هجمات وحشية من أعداء الحياة، وقدموا أكثر من 5,000 شهيد وشهيدة وآلاف الأيتام والمفقودين
على يد الإرهاب المجلل بالعار على مدى التاريخ في جريمة للإبادة الجماعية ميزها العالم بأسره. في مثل هذه الأيام قبل 9 أعوام اجتاح الإرهاب المناطق قرب سنجار والقرى الآمنة في كوجو الشهيدة ومجاوراتها، وارتكب ما اهتزت له السماء قبل الأرض من فظائع. وعلى خطى النظام الدكتاتوري المقبور شرعت دواعش في زرع المقابر الجماعية في أرض كان كل زرعها هو الحب والوئام. لكن العراقيين سرعان ما انتفضوا جميعا من أقصى التراب العراقي إلى أقصاه حين مس الضر أخوانهم الأيزيديين وباقي المكونات التي واجهت الإرهاب بقلب ينبض باسم العراق الواحد. أيها الحضور الكريم، إن أخوانكم في الحكومة عملوا ولا زالوا على شفاء ذلك الجرح الذي نستذكره معكم اليوم وكل عام. إنه وسام فخر وصمود ودليل مضاف على عراقيتكم الأصيلة وتمسككم بهويتكم الجامعة وتاريخكم المشرف. كما عملنا منذ اليوم الأول لمباشرة الحكومة بمهامها على تفعيل قانون الناجيات الأيزيديات، أخواتنا ورمز تفاخرنا، هن الصورة التي دائماً ستكون عليها المرأة العراقية مرفوعة الرأس. إن كل جريمة واعتداء على امرأة أيزيدية عراقية حرة هي صرخة في ضمير الإنسانية وإدانة باقية أبد الدهر لكل من ساند الإرهاب قولاً أو فعلاً أو تخادماً. دول وجهات منحرفة تورطت بهذه الجريمة الغادرة وأرادت بالعراق السوء، لكن خاب فألهم. ولا زال أخوانكم في القوات المسلحة بكل صنوفها يواجهون الإرهابيين ويلاحقونهم أينما وجدوا أو اختبؤوا. الحضور الكريم، أنهت الحكومة مشكلة تمليك الأراضي السكنية والدور لساكنيها من الطيف الأيزيدي الكريم بعد أن نسيت هذه القضية وأهملت منذ عام 1975، وشجعنا النازحين على العودة إلى ديارهم وإعادة كل من تركها وتهيئة الظروف الإنسانية التامة ليعودوا إلى موطنهم الأبدي القديم. كما تحرك الجهد الخدمي والهندسي وفرق البحث الاجتماعي لتقديم كل الخدمات الممكنة لهم في مناطقهم، وما زال العمل على فتح المقابر الجماعية رغم الألم والجراح، والبحث عن المختفين والمغيبين قسرا. وما زال أخوانكم في الأجهزة الأمنية والمختصة يقتفون أثر كل غائب أو مفقود ويعملون على تحرير كل مختطف رغم حجم الجريمة. وجرى إدراج صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في موازنة السنوات الثلاث، بالإضافة إلى التوجيه بتسهيل إجراءات صرف التعويضات الخاصة بالمتضررين من ذوي الشهداء والجرحى وتعويض الممتلكات. وستعود كوجو زاهية في مشروع متكامل لبناء القرية بكامل خدماتها المدنية. وأقر مجلس الوزراء اعتماد الأربعاء الأول من شهر نيسان عطلة رسمية للأيزيديين دعماً للوجود الثقافي الثري الذي يضيف لثقافتنا العراقية الواسعة. إن ما تقدمه الحكومة في هذا الصدد من إجراءات كثيرة ليس منة ولا تكريما، إنه تثبيت للحق وأداء للواجب وإرساء لقواعد المساواة وإغاثة المظلوم. إن هذا التجمع يؤكد قيمة التعايش والتآلف الذي ينمو في العراق، فالأديان والأطياف تتواصل مع بعضها البعض تحت خيمة الوطن الواحد في وقت هناك من يتعمد الإساءة للأديان والكتب المقدسة ظناً منهم أن الطريق سهل لإثارة الفتن، مشبوهون في أغراضهم وأهدافهم هم ومن يقف خلفهم. لقد عقدنا العزم أن يحيا أبناؤنا في عراق واحد ومتماسك وفي كنف نسيج يمتزج بحب هذه الأرض الطيبة
المجد والرفعة لشهداء الأزيدين وكل شهداء العراق، ورحمة ورضوان لهم، والعار والخز لكل يد آثمة ولكل من ساندها في مستنقع الإرهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عصابات داعش الإرهابية قامت بمجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ضد أبناء الشعب العراقي عموماً وللكثير من المكونات الإثنية والدينية العديدة، استخدمت فيها أبشع أساليب القتل والأسلحة، وارتكبت فيها أفظع الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في مناطق متفرقة كسهل نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار ومحيط بغداد والمدنيين في جميع تلك المناطق، وهتكت حرمة الكنائس ودور العبادة. إلى ممثلي فخامة رئيس الجمهورية العراقي، يتفضل الدكتور علي الشكري رئيس هيئة المستشارين بإلقاء كلمته بهذه المناسبة مع التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بودي فخامة الرئيس أن يكون بينكم اليوم ليشارككم إحياء هذه الذكرى الأليمة التي راحت مثلاً لأبشع مجزرة إنسانية عرفها تاريخ العراق المعاصر والعالم، إذ استباح تنظيم داعش الإرهابي بجريمته هذه حرمة وطن وتاريخ شعب وأعراض آمنات سالت ولما تزل الدماء من أجل صونها، فقتل وهجر ورحل واغتصب وسبى نساء آمنات عزل بعد أن قتل الرجال وأهلك الحرث والنسل. السيدات والسادة الحضور، ليس من أبناء الوطن من لا يقر بمأساة ما تعرضت له الأخوات الأيزيديات والتركمانيات والشبكيات والأخوات المسيحيات، إلا من غادر الإنسانية وباع النفس وبايع من أراد بالعراق وتاريخه شرا، فكان مآله الخذلان ومصيره القتل أو غياهب السجون أو التسول في أصقاع الأرض بانتظار الجزاء العادل. لكن ذلك كله لا يعني اكتمال الانتصار لمن سبيت واغتصبت وهجرت ولما تزل مجهولة المصير، فالانتصار للأخوات الأيزيديات وسواهن من باقي المكونات يستوجب البحث عن مصير المغيبات والتي لما تزل تقبع في أقبية السبي، وتلك التي انتهكت حرمتها أسرا وتهجيرا واغتصابا وانتهاكا لكرامتها الإنسانية. السيدات والسادة الحضور، لقد انبرت رئاسة الجمهورية كما الحكومة ومجلس النواب لتضميد الجراحات التي خلفتها جرائم داعش الإرهابي، ولما تندمل تلك الجراحات فطرحت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الناجيات الأيزيديات الذي أخذ طريقه للتشريع وصدر برقم 8 لسنة 2021، وطبقت بعض فقراته، وربما كان من أبرزها استحداث
المديرية العامة لشؤون الناجيات الإيزيديات، لكن بعض فقرات هذا القانون لا تزال حبيسة النصوص وتقف منتظرة التنفيذ. وسبق صدور هذا القانون تصويت مجلس النواب الموقر على اعتبار ما تعرض له الأيزيديين وباقي المكونات من التركمان والشبك والمسيح جريمة إبادة بشرية. السيدات والسادة الحضور، يتابع اليوم فخامة الرئيس شخصياً الجهود الرامية لمعرفة مصير المختطفات الأيزيديات كما باقي الأخوات من المكونات الأخرى، ويواصل فخامته الاتصال بالمنظمات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة المستوطنات السكانية والجهات العراقية ذات العلاقة بقصد إعادة إعمار سنجار والمناطق التي تعرضت للدمار على يد تنظيم داعش الإرهابي، بغاية إعادة توطين النازحين الأيزيديين في مناطقهم، إذ لا يزال مئات الآلاف يقطنون مخيمات النزوح في إقليم كردستان العراق. السيدات والسادة الحضور، يعمل فخامة الرئيس ومنذ توليه مهامه على التواصل مع فريق الأمم المتحدة من أجل تشريع قانون إنشاء المحكمة المختصة بمحاكمة مجرمي تنظيم داعش الإرهابي ممن انتهكوا الحرمات واغتصبوا الأرض وقتلوا الآمنين. فلن تخلد سلطة للراحة، ولن يستريح ضمير، ولن تطمئن نفس ما لم يحاكم مجرمو العصر وتسترد الحقوق وتعاد المختطفات ويوطن الآهلين وتثبت أركان نظام جنائي وأمني يمنع إعادة ارتكاب مثل تلك المآسي ويطمئن الشعب على حاضره ومستقبله. الرحمة والغفران لشهداء الأيزيديين والمكونات الأخرى وشهداء العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضافر جهود وإجراءات حكومية إدراكاً لآلام الأيزيديين كما بقيت المكونات، والشجاعة التي أثبتتها هذه الشريحة المهمة تضمنت أولوية إصدار القوانين وإقرارها في مجلس النواب كما ذكر في كلمات السادة المسؤولين. في 1 مارس من عام 2021 أقر البرلمان العراقي بقانونه رقم 8 للناجيات الأيزيديات الذي اعترف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بما في ذلك الخطف والاسترقاق الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض ضد النساء والفتيات من الأقليات الأيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. سيداتي سادتي الحضور الكريم، إلى كلمة ممثل رئيس مجلس النواب المحترم الأستاذ شعلان كريم يتفضل بإلقائها بهذه المناسبة مع التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد دولة رئيس الوزراء المحترم، الأخوة الحضور كلا حسب مقامه ومكانته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم وببالغ الألم والحزن
نستذكر الجرائم الفظيعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق أهلنا من أبناء المكون اليزيد الأصيل، وإذ نعبر عن كامل تضامننا مع الضحايا وذويهم، فقد شرعنا في مجلس النواب قانون الناجيات اليزيديات في عام 2021 لتقرير حقوق ضحايا هذه الجرائم إنصافاً لهم وتحقيقاً للعدالة القانونية والاجتماعية. وفي هذا السياق نعمل بشكل دائم مع الحكومة لبذل وتكثيف الجهود من أجل تأمين متطلبات الحياة الكريمة للنازحين وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى ديارهم وتوفير فرص العمل وإعادة الاستقرار لقضاء سنجار وتحقيق أعلى درجات السلم والاندماج وحماية التنوع الثقافي والاجتماعي وعلى نحو يعزز وجود المواطن الأيزيدي وإحساسه بالمساواة في وطنه وبين أبناء شعبه. إن مجزرة كوجو والبونمر وسبايكر ومثيلاتها الأخرى من الجرائم الوحشية بحق أتباع الديانة اليزيدية وكل الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي بحق مكونات المجتمع العراقي تؤكد بما لا يقبل الشك منهجيته التي لا تنتمي إلى دين أو طائفة أو مذهب بعينه. السيدات والسادة الحضور، إن ما جرى من عمليات القتل الجماعي والإعدامات الميدانية والاغتصاب والخطف وسبي النساء وقتل الرجال فاجعة مخجلة في تاريخ الإنسانية، يجب أن نلتزم جميعاً بكل ما تتطلبه الحاجة لمحو آثارها السلبية واستبدالها بظروف إيجابية آمنة. ومن هنا نؤكد وقوفنا الكامل والمطلق مع أهلنا وأبناء شعبنا اليزيديين والعمل لإنصافهم والتضامن العملي معهم، كما ندعو الحكومة العراقية بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهودها المشتركة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الجسيمة بحق الإنسانية. وفي الختام، الرحمة والمغفرة لشهداء العراق ودوام الأمن والحرية لكل المختطفين والمغيبين والشفاء للجرحى والصبر والسلوان لذوي الضحايا والاستقرار لعموم مدن ومحافظات بلدنا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتألف المجتمع العراقي الذي تعود جذوره إلى آلاف السنين من مزيج متنوع يضم مختلف الأديان والمعتقدات والأعراق لينسج منها واحدة من أجمل فسيفساء الأديان في العالم. الآن مع كلمة أمير الأيزيديين السيد حازم تحسين بك، يتفضل بإلقائها مع التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم، سعادة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيد جنين بلاسخارت المحترمة،
الأخوة والأخوات أهل الضحايا الكرام، أصحاب المعالي والسيادة والقداسة، وممثلي البعثات الدبلوماسية، السيدات والسادة المحترمون، أسعدتم صباحا. إننا نقوم اليوم باستذكار الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أبناء الديانة اليزيدية في 3/8/2014. هذه الجريمة البشعة النكراء التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ بدون أي ذنب قد اقترفوه، وسيسجل التاريخ إن البشرية رغم بلوغها القرن 21 لا زالت هناك أفكار لا تقبل بالغير وبالضد من الإنسانية، وقد طالت أيادي الجنات عبر التاريخ كل مكونات الشعب العراقي، وتشهد على هذه جرائم الإبادة الجماعية ضد اليزيديين والمكونات الأخرى من الشبك والتركمان والمسيحيين. ولا بد أن نشيد إلى أن الجريمة البشعة التي ارتكبت في سبايكر، ولا بد أن نشير أيضا إلى الذكرى الأليمة التي مرت قبل عدة أيام، وهي إبادة البارزانيين. في أيام مماثلة لهذه الأيام لا بد لي أن أعرض لحضراتكم واقع اليزيدية اليوم. فبعد مرور 9 سنوات على الجينوسايد، ما زال معاناة اليزيدية مستمرة، سواء الذين يواصلون العيش في المخيمات أو الذين ما زالوا في أسر التنظيم الإرهابي داعش، والتي ما زالت عيون ذويهم تترقب عودتهم. أما الناجيات فلهن قصص مأساوية لا تنتهي، ومقابرنا الجماعية لم تنل الاهتمام الكافي باعتبارها شاهد على الإبادة. وهنا لابد لي أن أنحني إجلالا لكل شهداء إبادة الجينوسايد من اليوم من الأول ولحدنا يومنا هذا. والهجرة لم تكن الخلاص، قادت إلى تفكك الكثير من العائلات، وأثرت على النسيج الاجتماعي لليزيدية. رغم كل المآساة نحن نواصل الحياة، وهذه الإبادة لم تكن الأولى بحقنا. رغم قساوتها وهمجيتها، بل إنها الفرمان 74، ونحن نقاوم ونتمسك بديننا وبعقيدتنا، ونتأمل الدعم من كل أصدقاء الإنسانية، وكل القوانين التي يتم صياغتها لصيانة كرامة وحقوق الإنسان. أيها السادة، إن تواجدكم معنا هو دعم لقضية اليزيدية، ونأمل أن تعملوا معنا من أجل هذا. أولاً، إصدار قرار دولي باعتبار ما حصل لنا هو جريمة إبادة جماعية جينوسايد بحق مكون مسالم. ثانياً، من أجل معالجة آثار الإبادة، سواء أن يعود المختطفين وتطبيع الوضع في سنجار، وعودة النازحين وأنصاف الناجيات، ومنحهن حقوقهن كاملة من أجل تعويض
كل المتضررين من الإبادة الجماعية تعويضاً مادياً ومعنوياً. ثالثاً، أن ينال الجناد جزائهم العادل وفق القانون على الجرائم التي اقترفوها. رابعاً، ندعو دولة رئيس الوزراء وسيادة رئيس أقليم كردستان وممثلية الأمم المتحدة وجميع الهيئات الدبلوماسية العاملة التي تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والإنسانية بالوقوف إلى جانبنا بكل جدية من أجل إزالة آثار الإبادة. ونحن نقدر كل الذين تم القيام به، ولكن ما زالت جروحنا طرية وتنزف وبحاجة إلى دعمكم من أجل إيقاف هذا النزيف. ونشير إلى الفتاوى التي صدرت من المراجع الدينية العليا بخصوص تحريم دم اليزيدية، وخاصة فتوى المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله. وفي ذات الوقت نتقدم بالشكر والعرفان إلى حكومة المملكة المتحدة البريطانية على إصدار القرار الخاص، باعتبار ما تعرض له الإيزيدية جريمة إبادة جماعية جينوسايد. وتكرار شكرنا وتقديرنا لكل الحكومات والبرلمانات التي اعترفت بالإبادة الجماعية الجينوسايد المرتكبة بحق اليزيدية. نطالب بدعم عمل اليونيتات وجهود من أجل إنصاف ضحايا ومعاقبة المجرمين وفق القانون. ونؤكد هنا على ضرورة التمييز بين الذين ساهموا في مساعدة اليزيدية أيام الإبادة وبين الذين تلخطت أيديهم بدماء اليزيدية وارتكبوا جرائم بشعة بحقهم. ولا بد أن أؤكد أيضا على شكرنا لكل القوات التي ساهمت في تحرير سنجار وفي مواجهة المنظمة الإرهابية داعش. نستذكر شكرنا للتحالف الدولي للمحاربة داعش ودعمهم للعراق في الحرب على الإرهاب. ولا بد أن نشير بتقدير عالي إلى ما تم إنجازه من قبل دولة رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني، وخصوصا قانون الخاص بتمليك أراضي أهل سنجار، والدور المشرف في إقرار قانون الناجيات، وفي اتفاقية بغداد وأربيل بخصوص سنجار. ونتأمل المزيد من القوانين والقرارات التي تصف أهالي المظلومين في سنجار. وفي الختام، نعمل ونأمل من أجل أن يتم ترجمة كل مطالبنا وتحويلها إلى واقع يضمد جراحنا. وشكرا لكم. إلى كل امرأة عراقية، شيعية، سنية، مسيحية، أيزيدية، شبكية، صابئية، من دائية، وكل مكونات المرأة العراقية، هي نخلة قرب الفرات بكبرها تسقي الجميع وتنشئ الأجيال. هي دجلة نام الوفاء بجفنها، وبقربها حط الوفاء رحالا. هي أم أبناء العراق وأختهم، هي زوجة تدع المدى يتلالا. هي ملهم الشعراء في خلواتهم، تضفي عليهم نفحة وظلالا. في كل ساح ينبغي بعراقنا نبني لها بربوعنا تمثالا. سيداتي، سادتي الحضور الكريم، الكلمة الآن
إلى ممثل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي السيدة جنين بلاسخارت تتفضل لإلقاء كلمتها بهذه المناسبة مع التقدير. Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. سادة المحترمين، أسعدتم صباحا، وسأتحدث باللغة الإنجليزية. ومع تذكرنا المعاناة المجتمع اليزدي وذلك في سنجار، والكلمات تكون قليلة، فالكثير من الحياة فقد فقدت، الكثير من العائلة تمزقت، والكثير من الصدمات كانت أنا منها الناس والذين اليوم نحن نستمع ونحن نسمع مباشرة من أصوات شجاعة. استمعوا لهذه الفضاءة والتي حدثت، وبنفس الوقت نحن نستمع إلى منظورهم وآرائهم فيما يجب أن يحدث بعد ذلك. السيدات والسادة، نحن لم ننسى ولن ننسى في أن نمنع مثل هذه الفضائع من أن تحدث مرة أخرى، وهذه الذكرى التي لا تموت وإحياؤها هو هذا واجب لنا جميعا. كما قلت في كثير من المرات، حقيقة فإن هذه الذكرى يجب أن لا تكون ساكنة، فإن أقوى شكل من التذكر هو التي تعني اتخاذ الإجراءات. وفي 2019 أنا شاركت صدمتي وبعد زيارتي المبكرة إلى سنجار 5 سنوات بعد هذا العنف الفظيع والذي ارتكب بجرائم الكراهية ضد اليزيدين والآخرين، فإن الحاجة إلى الإجراءات ما زالت واضحة ومرئية ومؤلمة أيضا. أي بكلمات أخرى، وبينما إن أهل سنجار بحاجة لإعادة بناء حياتهم، فكان يواجهون حقيقة العديد من عدم استقرار الأمان، وإن أن تكون هناك إدارة موحدة. فإذا كل هذه العراقيل، فقبل 3 سنوات وإن الاتفاق قد توصل بين بغداد وأربيل، كان هناك الاتفاقية أخيرا، فإن اتفاقية سنجار والتي تركز على الحوكمة والترتيبات الأمنية والحاجة إلى إعادة الإعمار لسنجار، فإن هذه الاتفاق كانت أولا هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. وإن الأمم المتحدة كانت تأمل بأن هذه الاتفاقية كانت بداية لفصل جديد لسنجار، وحيث أن الاهتمام ومصلحة أهل سنجار تأتي أول، حيث أن كل الفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفيتهم فإنهم سيقفون وليس في استقرار الوضع هناك، ولكن العمل بسرعة والتنفيذ السريع لهذه الاتفاقية. ودعوني أن لا أقدم لكم كل التفاصيل بما حدث بعد ذلك، ولكن على ما ألف تقديم في الأمن مجلس الأمن، فكانت أن هناك حقيقة لم يحدث أي تقدم مع أهل سنجار، وهم من يدفعون الثمن. فإذا أين تقف الأمور اليوم وأين هي؟ نحن جميعا نعرف بأنه اليوم الكثير من أهل سنجار لم يتمكن من العودة إلى منازلهم، والذين تمكنوا من القيام بذلك يجدون أنفسهم حقيقة في كثير من الأحيان من دون الإسكان المناسب أو الخدمات والتي يحتاجونها، ومع الفقر والذي ينتشر بشكل كبير، وأيضا هناك حاجة خدمات الصحة العقلية والنساء الناجيات على وجه الأرض، فإذا هي تجابها الكثير. وما تقدمي بذلك، فإذا هناك بعض التطورات الإيجابية التي يجب أن نبلغ عنها. ومنذ سبتمبر 2022 أكثر من 610 من الناجين استلموا التعويضات الشهرية وتحت قانون الناجيات اليزيديات، ورئيس الوزراء وسيادته يعرف كم نحن عندما كان هناك هذا القرار الخاص بالتمليك الأراضي، وإن الموافقة على الموازنة الفيدرالية قد أطلقت الموارد، وإن انتخاب
انتخابات مجلس المحافظ في 18 سبريم روما سيولد هذا الزخم أيضا المهم لي أيضا سيكون لسنجار ولحوكمة سنجار وحكومة سنجار. وأنا آمل حقيقة بأن هذه الانتخابات لن توقف يعني العملية في تعيين لتعيين المؤقت لسنجار وكل هذا طبعا سيكون حاجة مهمة جدا وأيضا مع تقديم الخدمات العامة وإعادة الإعمار لهم. السيدات والسادة لقد استمعنا لسيادة ودولة رئيس الوزراء محمد شياس جن ونحن نعلم بالتزامه وسيادة دولة رئيس الوزراء. هو صحيح ليس هناك من طريق سهل ولكنني أؤمن حقيقة بأن الجهود المؤخرة ستتم احتضانها ويتم أيضا رفعها. ودعوني أسمح لي لأن أقدم بعض الأولويات في هذا الخصوص. فإن أولا التنفيذ قانون ناجية اليزيديات ببساطة يجب أن يتم تسريع العمل عليه وهذا لن يحدث إن لم تكون المديرية لشؤون الناجيات لكون لها أيضا العمل وبنفس الأهمية من الجهود في هذه الأوائق التي تمنع الناجيات من الإظهار وتقديم أيضا أهليتهم ضمن هذا القانون. كما أذكر اتفاقية سنجار وكما قلت هذا الإعلان الدائم فإننا يجب دائما أيضا هناك خطوات سريعة من تعيين المحافظ أو أيضا تأسيس للقوات الأمنية وتقديم الخدمات وأيضا التسريع من عملية إعادة الإعمار. وهذه الرسالة التي سمعتها من جميع الناجين أيضا والأمر الثالث والعديد من الذي قابلتهم في السنوات الماضية هم قالوا جميعا العدالة والمساءلة هي تبقى الأساس هنا وحيث هناك الصدمة وأيضا الوصمة يجب أن لا تكون هناك وأن أفراد المسؤولين يجب أن يجلبوا إلى العدالة وأن الأمم المتحدة ومن خلال العمل يونيكتاد وهي تستمر في دعم الجهود العراقية وذلك تفعيل التشريع ذات الصلة وأيضا العدالة ويجب أن كل جهد تثمر لتقرير مصير اليزيديين الذين لا يعرفون سوى أن جلبهم إلى عوائلهم. وأخيرا اسمحوا لي في أن أعيد وأكرر بأن الناس يجب أن يكونوا قبل مصلحة الأحزاب وخصوصا عندما نتحدث عن هؤلاء الذين عانوا بعض من أفضل البشاء والفضاء في تاريخ الإنسانية الحديث. فقط بهذه الطريقة وفقط بهذه الطريقة لأن يمكن تلبية احتياجات الناجين. سيدات وسادة وحيث نحن هنا أعمل بأن كل القادة حقيقة وفي هذه القاعة أو في مكان آخر وإنما كلهم وبغض النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم بأن كل القادة يدركوا حجم هذه المسؤولية التي هي تقع على أعبائهم. وحقيقة الآن هو الوقت والوقت للمساهمة في إعادة الإعمار وديناميكيتها على في الميدان وللجميع وضمن السياق في ومن خلال التحديد ما في السنجار وما مشتركاتهم عوضا عن التركيز على ما الفرقات أو وإذا يجب أن نعمل سويا نحو مستقبل حيث إن الناس أهل سنجار يمكن أن يؤمنوا به ويؤمنوا بعملنا. شكرا جزيلا. سيداتي سادتي الحضور مع قبل فقرة الختام في هذا المؤتمر الآن مع قصص الناجيات أو ذوي الشهداء وبعض اللمحات التي من خلالها سيسلط الضوء على مظلومية هذه الشريحة. الآن يتفضل السيد كجي عم مسلو طبعا أحد الناجين من المقابر الجماعية في سنجار له من عائلته 74 شهيد وأيضا 28 مفقود يتفضل بالتوضيح وذكر تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع التقدير.
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، السيدات والسادة الحضور المحترمين، الناجيات والناجين وأهالي الضحايا المحترمين، الحضور الكريم، طاب صباحكم. نستذكر اليوم بحزن شديد وألم عميق الفاجعة الكبرى التي حدثت في مثل هذا اليوم من عام 2014 بدخول عصابات تنديب داعش الإرهابي إلى قضاء سنجار وارتكابه جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على شعبنا الإيزيدي والمكونات الأخرى. أنا اسمي كجي عمو سلو من أهالي قرية كوجو. بعد سيطرة العصابات داعش الإرهابية على سنجار يوم 3/8 بقيت قريتنا بقينا محاصرين لمدة 12 يوماً حتى يوم 15/8/2014، لأن بعد المسافة بين قريتنا وجبل سنجار لم نستطيع الوصول إلى جبل سنجار، بقينا محاصرين بالقرية 12 يوم. أجونا الدواعش وحاصرونا، حاصروا أهالي القرية، حاصرونا يعني ما خلونا نطلع من القرية. احنا كنا بالقرية تقريبا 1500 شخص، يعني كم مرة كانوا يجون عندنا ويطلبون من عندنا التغيير ديانتنا، يعني تغيرون ديانتكم، ويعني على فكرة الداعشي. احنا رفضنا هاي الفكرة الداعشي. بقينا يوم 15 بالشهر يوم الجمعة، حاصرونا جمعونا بالمدرسة، مدرسة كوجو، احنا تقريبا 1500 شخص. ورا ما دخلونا على المدرسة اخذوا موبايلاتنا ومقتنياتنا، الذهب والفلوس والشغلات اخذوه من عندنا، وللمرة الأخيرة طلبوا من عندنا تغيير ديانتنا، واحنا رفضنا هاي الفكرة. بعدين جابوا سيارات، عزلوا الرجال عن النساء، احنا تقريبا 500 رجال وشباب، عزلونا عن النساء وبنات واطفال، جابوا سيارات على باب المدرسة واخذونا، على اساس احنا كنا نتوقع يطلعونا على الجبل، يعني حالنا حال بقية اليزيدية. كان معانا يعني شايلين معانا مي وشغلاتهم شايلين ويانا، اخذونا طلعونا على شكل مجموعات. أنا كنت ضمن مجموعة تقريباً من 50 إلى 60 شخص، أخذونا إلى يعني طوارف القرية على مزارع القرية. لحد الآن تقريباً أعتقد 17 مقبرة جماعية موجودة بكوجو طلعوهن. ورا ما أخذونا على مكان المزرعة ورموا علينا تحت راية الله أكبر وصيحات الله أكبر الله أكبر. أول ما شفت نفسي يعني بس فتحت عيوني شفت أني ما ميت، شفت أخوتي مقتولين معايا وابن ولاد عمامي وجماعتي أهال قريتي مقتولين معايا. بعد قتل الرجال وتسفية الرجال أخذوا النساء وبنات وأطفال، اختطفوهم وأخذوهم. من عائلتي 74 شخص، من عائلة أبويا يعني أنا وأشقائي 74 شخص تم اختطافهم وتسفيتهم. استطعنا تحرير 46 من المخطوفات من سوريا ومن رمادي ومن الموصل والأماكن الأخرى، ولحد الآن لا يزال مسير 28 مجهول. نطالب سيد دولة رئيس الوزراء البحث عن مسير المجهولين، و ايضا نطالب يعني حقوق الشهداء والمفقودين، لان يعني هذه 9 سنوات صار لهم لحد الان لم يستلموا اي حق من الحكومه العراقيه. الحضور الكرام، مشاركتكم وتضامنكم معنا لهذا اليوم تعني لنا الكثير وتخفيف من آلامنا. وفي الختام اود ان اشير بالخطوه المهمه التي قام بها البرلمان العراقي في تشريعه لقانون الناجيات الإيزيديات، وأنا كناجي والناجيات المتواجدين هنا من المستفيدين من هذا القانون. كما نشكر الحكومة العراقية على تخصيص ميزانية لدائرة الناجيات وتوجيهها بتخصيص قطع أراضي للناجين والناجيات، وبكل الخطوات المهمة التي تقوم بها تجاه سنجار
كما أود الشكر كافة الدول الصديقة والداعمة لقضيتنا والتي فتحت أبوابها وقلوبها أمامنا. وأنني أطالب كمواطن عراقي أزيدي ناجي من عبادة جماعية إلى دعم مجتمعنا أكثر من خلال إعمار المدينة وعودة النازحين. والأهم من كل ذلك أطالب من الحكومة بتكثيف الجهود للبحث عن مسير أكثر من ما يقارب 3000 شخص والإسراع في فتح ما تبقى من المقابر وإنجاز معاملات الشهداء وتعويدهم. شكرا جزيلا. كثير من التحديات تحولت إلى فرص مبتكرة. نادية مراد إلى جائزة نوبل للسلام عام 2018. أم قصي هي رمز من رموز البطولة والشجاعة والإباء وغيرها من العراقيات الكثر، الشهيدة أمية الإجبارة وكثير من الأعلام للبطولات العراقية. تتفضل الآن السيدة أم محمد تروي لنا قصة ولدها الشهيد في مجزرة سبايكر. تتفضل مع التقدير. السلام عليكم أخواني أخوات الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبون الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم يرزقون. يسعدنا اليوم لترحيب بكم جميعا حضور هذا المؤتمر الذي زادنا شرفا واعتزاز. نعزي أنفسنا ونعزي أخواننا اليزيديين بهذه الفاجعة الأليمة، ونستذكر بشدة ما فعله بعض الخارجين عن القانون بأبنائنا في سبايكر الذي راحوا ضحيتها أكثر من 2000 شاب بعمر الورد. في البداية أتقدم بشكر الجزيل القائمين في هذا الحفل الحزين استذكار الفاجعة التي مرت على شعبنا، ما أكثر على يد القتلة المجرمين، منها جريمة استهداف اليزيديين من أبناء وطننا. يقتل الرجال والنساء، يقتلون أبناءكم ونساءكم. هكذا كانت جريمة العصر سبايكر الذي جرحت مشاعر الإنسانية جميعاً والشعب العراقي خاصة. السيد رئيس الوزراء المحترم، السيدات والسادة الكرام، أنا واقفة أمامكم أمثل وحدة من ضحايا مجزرة تكريت سبايكر، والذي الحبيب حيدر دياب كان بعمر الورد ربيع 20 سنة صغيراً، أذيته حبي وحناني حتى يكبر. لكن في يوم غابت فيه شمس الإنسانية عن الأرض، في يوم 12/6 حيث سقطت الموصل، كان ابني يتواصل مع أبيه تليفونياً ننتظر يرجع إنه. وبالبداية خابروني أسير لدي عصابات داعش، انقطع الاتصال بعد الظهر. اتصال كان ابني في يد داعش أسير. كانت المصيبة التي حلت على رؤوسنا عندما أخبرونا الفاجعة، ثم عرضتوا مقاطع، اعترض مقاطع فيديو الطريقة قتل أبنائنا الأبرياء 2000 شاب مسالمين لا ذنب لهم بقتلهم بدم بارد، ونحن ننتظر المناظر القتلة. نباوع على التصوير ومقاطع الفيديو ولدنا اللي ذبوهم بنهر دجلة. شفنا المقاطع الفيديو، شفنا ولدنا شلون قتلوهم وبثونا الفيديو. لحد الآن ولدنا احنا ما نعرف مصيرهم وين لحد هاي اللحظة. آخر مكالمة مع ولدي حيدر: استودعك يا الله، سلمي لي على والدي، لا زلت حيا، هذه اللحظة أعيشها في ذكريات. وبعدين قال لي: أمي أني موجود عايش بس بيج داعش، شن اللي راح أسوي، شن اللي بيدي. بثونا مقاطع فيديو ولدنا قتلوا. كنت أتمنى بهذا الوقت
ابني يكبر واشوفه قدام عيني وازوجه وأباه يوم يوم وربيته طير صغير لما كبر وصار رجال وراح يقاتل عن الوطن. بهاي اللحظه لحد الان ما اعرف مصير ابني وين ولا لقيت له اي جثه. اتمنى القى له قبر ابكي عليه، اتمنى القى له فد يا ولو يعني فد شيء يعني رمز لابني. هاي اني وياي 500 مفقود لحد الان ما نعرف مصيرهم وين. نطالب البحث عن المفقودين أولادنا أكبادنا، رضعناهم من حنان صدورنا لحد ما نعرف مصيرهم وين. نطالب من الحكومة، نطالب من رئيس الوزراء عطفك الأبوي اتجاه الأمهات. كلمة أقولها لابني، أنا أنتظر مقاطع الأمل لحد الآن، ننتظر بالسجون السرية، ننتظر عد العشائر، ننتظر أولادنا خارج العراق، ننتظر قاعدين على أمل. كل ما يندق الباب تلتفت انتان لحد الآن نتأمل تجينا أي شيء، يعني أي شيء ولو قميص من قميصة. احنا ظلينا نعاني وعشر سنوات احنا قاعدين بالشارع، هاي السنة التاسعة نتظاهر ونطلع ما حد يسمع صوتنا. نريد بس واحد يعني يفهمنا يحس بمعاناتنا. لحد هاللحظين ما حد يلتفت علينا وما حد يقول لنا شنو مظلوميتكم. نشكر لجنة تخليد مزرعة سبايكر الحج الشعبي اللي كل سنة يواسونا ويودونا المكان الفاجعة، ما عندنا غير ذاك المكان نروح يعني شوية ننفع عن صدرنا كل سنة. زين نطلب منك سيد رئيس الوزراء، أنا كلام عندي هو بس ما أتحمل أحكي، نطلب من الله منكم تلتفتون علينا، تبحث عن المفقودين الرفات مالتهم، لأن إحنا تعبنا هواية وإحنا أمهات مظلومين. وولدي هذا يعني أنا كنت يوم يوم أباو على علي أش وقت يكبر وأبوه معوق والمعين هو إلي، فإحنا ظلينا يعني جسد بلا يروح. رئيس الوزراء أطلب من الله ومنك تلتفت على حالنا، أنا بعد ما أقدر أكمل هذا الحكي. شكرا لكم. إلى ابنة السيف والدلة، إلى ابنة السيف والدلة، إلى التي شربت من ماء الفرات ودجلة، إلى أمية الإجبارة، البطولة النادرة والشهادة والرزق التي هي في سماء الحرية شمس ساطعة. يتفضل مروان الإجبارة بقص أو إعطاء نبذة مختصرة عن شهادة السيدة أمية الإجبارة من محافظة أو من صلاح الدين من ناحية العلم تحديداً. يتفضل مع التقدير. دولة السيد رئيس الوزراء المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنحني إكراماً لتضحيات الأخوة الأيزيديين وشهدائهم، وكذلك لتضحيات الأخوة الذين ضحوا بأرواحهم في جريمة سبايكر، جريمة العصر، فأنحني إكراماً لهؤلاء جميعاً. بدايةً في محافظة صلاح الدين، عندما حدث الحادث الإرهابي يوم 5/6/2014 قبل احتلال عصابات داعش لمدينة الموصل، كان هناك هجوم على مدينة سامراء، ومدينة سامراء مدينة مهمة لأهميتها الدينية والاجتماعية والثقافية والتاريخية. اجتمعنا نحن في مضيف عشيرة جبور في منطقة العلم، واتفقنا مع العشائر المحيطة أن نكون طوداً منيعاً لمنع دخول عصابات داعش الإرهابية إلى مناطقنا. لكن سرعان ما تسارعت وتيرة الأحداث، فهجموا الدواعش على الموصل وسقطوا الموصل، وبعد ذلك إلى البلدات الأخرى
كالقيارة والشورة والشرقاط والبيجي الحويجة وتكريت، وكنا لأمر يعني ورثناه عن أجدادنا أن نكون نحن الأوائل، فكنا أول من قاوم داعش ووقف تمددها باتجاه بغداد، فكانت لمقاومة العلم يعني أثر كبير بقى في النفوس. مقاومة العلم التي بدأت عندما دخلوا يوم 11/6 إلى مدينة تكريت، طبعاً أرسلوا من يفاوض لفرض شروط، إحنا رفضنا هذه الشروط ومزقها الشيخ خميس جبارة رئيس مجلس شيوخ صلاح الدين، واتخذنا قرار المقاومة، فكانت الشهيدة أمية جبارة على رأس المقاومين، وكانت تعمل مستشارة المحافظ لشؤون الرعاية الاجتماعية والمرأة، فرفضت أن تهرب وتخرج وهي غير مكلفة بالقتال كونها امرأة، فوقفت تقاتل على الساتر الأمامي، وبقينا نقاوم 14 يوم ولم يأتينا أي إمداد، نفذ عتادنا ونفذ طعامنا وحوصرنا من كل الاتجاهات وقصفنا يومياً. طبعاً هذه المقاومة أجهضت للأسف لأنه كنا محاصرين من كل الاتجاهات. أمية جبارة استشهدت واقفة على الساتر يوم 22 حزيران 2014. استشهاد أمية أدى إلى الكثير من يعني تخلخل الوضع في المنطقة في ذلك الوقت، ولكن ألهب الكثير من الحماس في مناطق أخرى، فكان لوقفة أبناء الضلوعية وقفة مشرفة، قاوموا لمدة 6 أشهر ودفنوا أبناءهم في مزارعهم وفي حدائق المنازل، وأعطوا أكثر من 130 شهيد، والآن مقبرة الشهداء الضلوعية تشهد بذلك إلى أن حررت في نهاية العام. طبعاً أيضاً ألهبت مشاعر المشاعر هذه ألهبت أهالي الزوية، والزوية هي قرية تقع بين جبل مكحول ونهر دجلة، وقاوموا مقاومة ضارية بقيادة الشيخ إسماعيل ربيع البنيان، والذي استشهد وقال لأبناء قبيلته سننتصر حتى وإن خسرنا هذه المعركة وستبقى الزوية شامخة مثل جبل مكحول. كل هذه تأخذنا إلى أنه كنا أول من قاتل وأول من دافع وأول من قاوم الإرهاب الداعشي، لأننا نمتلك مدرسة في عام 1933 بناها جدنا الرابع. هذه المدرسة جعلت جيلاً من المتعلمين الذين لا تنطلي عليهم أفكار داعش، ولذلك لا يوجد لدينا غلو، يوجد لدينا علم وتعلم. هذه استفدنا منها لاحقاً واستفدنا من أجدادنا. طبعاً استمرت مقاومة العلم حتى بعد دخول عصابات داعش، استطاعت العلم إنقاذ أكثر من 750 ناجي من مجزرة سبايكر وكذلك من المعسكرات المحيطة بتكريت، وجميعهم وصلوا إلى ألم في جنوب العراق وبغداد والمناطق الأخرى. طبعاً استمرت مقاومتنا بعد أن أسسنا فصيل سميناه فرسان العلم، كان يقاتل في الداخل، للأسف كشف أمر هذا الفصيل وتم ارتكاب مجزرة بحق أهالي العلم، واختطف 150 شخص لحد الآن نجهل مصيرهم ولا نعرف عنهم شيئاً، وأعدم في ساحة تقاطع البوعجيل التي سميت لاحقاً بساحة فرسان العلم، أعدم 15 شاب من أهالي العلم، ووجدناهم بمقبرة جماعية بعد تحرير المنطقة يوم 9/3/2015 في أطراف منطقة البوعجيل، يرتدون بدلات برتقالية التي كانت تجبرهم داعش على لبسها، وأعدمتهم بمشهد يعني صورته ونشرته، ولا زال لدينا مختطفين. دولة الرئيس، نحن نتمنى إنصاف مختطفينا ومقاومتنا ووقفتنا، بأن يكون هناك لقاء مع جنابك مع عوائل هؤلاء، يعني وفد ممثل لعوائل هؤلاء، ونتمنى أن يكون هناك وفد مصغر لعرض معاناتنا ومشاكلنا. العراق يستحق منا الكثير، العراق يستحق الدماء. مقاومة أمية جبارة يعني كانت نبراسا نهتدي به، ورفعت رأس المرأة العراقية عاليا. أمية بنت شيخ جبور عنها دليل يوم غابت غفل عينها، محتار شي كتب التاريخ عنها، بنت شيوخ عالين الجناب، بنت شيوخ عالين الجناب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشع ضياؤك الدنيا فيملؤها نوراً كنار زيت لا تنضب فتيلاً، وخص الله أرضك كريمة بأنبيائه، ورتل فراتيك في الكتاب ترتيلاً،
فهاهنا نوح وآدم وصالح وهود وذنون ويونس وإبراهيم الخليل، وهاهنا شيت وجرجيس ودانيال والعزير وذا الكفل الكفيلة، ووريت في ثراك الصالحين المباركين علي والعباس والحسين القتيلة. قد كنت دوما لبني آدم دار أمن وسكينة وظل سلام ظليلا. سيداتي سادة الحضور الكريم، نشكر الرعاية القريبة والعميقة لسيادة رئيس مجلس الوزراء، ونشكر الحضور الكريم، ونشكر الاهتمام بإحياء هذه الذكرى